السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة، اللي جيناكم بالحل بتاعت مشكلة الحساب بتاع تطبيق تعديل الصور اللي هو لايت روم. كيف بقدر أحل المشكلة بتاعت الحساب ده؟ لأنه بعض المرات ما يفتح معي تطبيق إلا عن طريق شنو؟ عن طريق الحساب. كويس، طبعا زمان كان بيكنسل، لكن هسه التحديث الجديد بتاع جوجل ما في طريقة. نشوف نمشي للتطبيق ونمشي نشوف نحل المشكلة دي، هنحلها كيف. ده تطبيق قدامي، كويس، تطبيق لايت روم. نقوم نفتحه ونضغط عليه، كويس كويس. ممكن تعمل سكيب طوال، ممكن تمشي كده تشوف كان انت داير. احنا نعمل سكيب، كويس. اذا انت عندك حساب بتعمل سينك ان، واذا ما عندك تعمل سينك اب. تختار منه يا فيسبوك يا جوجل، كويس، يا ابل. احنا قمنا هنختار شنو؟ هنختار جوجل، تمام. ضغطنا عليه بديك اختيار الحساب، كويس، بيحمل، تمام. هياخد فترة، بعض مرات مخش معك، تمام. وممكن شنو؟ يكنسل، يديك كنسل، يقول لك خطأ، ايرو. كويس، هنا هنحل المشكلة دي كيف، تمام. نقوم نطلع من التطبيق، تمام. نمشي ليه الفي بي ان، تمام. نضغط على تطبيق الفي بي ان، كويس. ننتظر الفي بي ان يحمل. فتح معانا، ضغط ناو، كويس. نمشي للتطبيق، نفتحه تاني من جديد، نعمل سكيب، نضغط على جوجل، كويس، نختار. لاحظ طوالي حمل معي، قرا معي طوالي، تمام. كده انا التطبيق بتاعي فتح. يعني اذا التطبيق ده بيفتح ليك الا بشنو؟ بعض مرات في بعض المناطق الا بالفي بي ان. وقعت الفكره؟ كويس. بعد ما انت تسجل خلاص، تمام، تاني ممكن تشتغل من دون في بي ان، عادي تشتغل به. طبعا في بعض الحاجات عندك مقفوله، ما في لك طريقه انك تفتحها، كويس، او تستخدم اصدار تاني، كويس. لكن دي كده شنو؟ احنا قدرنا حلينا مشكله شنو؟ مشكله الحساب، كويس. لاحظ بعد كده انا اقوم اطلع منه واقفل الفي بي ان، كويس. نفتح التطبيق، شايف التطبيق فتح معي عادي، كويس. تعال تخط الصور، تعدل فيها زي ما انت داير، تختار اي حاجة. كده احنا حلينا مشكلة شنو؟ فتح الحساب. وزي ما قلنا يا جماعة، الكلام ده احنا بينطبق على الاصدار منزلينه من جوجل بلاي، اخر اصدار، كويس. لو انت عندك اصدار قديم او اصدار مهكر، احتمال ينجح معاك واحتمال شنو؟ ما ينجح. لكن ده في اخر اصدار من بتاع شنو؟ جوجل بلاي، تمام. وما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.